البحر مثلا بيخلص البحر الساعة كام؟ 6. فأنا عندي من 9 الصبح ل 6 أنا بالبيكيني. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم ديزرت من ديب اند ديب، ومعاه موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند، كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي. وفي الآخر، قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين، هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لأ. الو الو، انا قاعد جنبك بتكلمي في التليفون ليه بتقولي الو؟ انا ما اعرفكش، انا ما اعرفش الصوت ده. يعني اللي عارفك مثلا. بالراحه يا عم الجامد. في واحده حاسه انا جاي اخطب بجد، بدله يعني. عادي ما فيهاش مشكله لو يوم شكلك حلو قوي. لا عادي، انا دايما شكلي بيبقى كويس. انت الايجو عندك ايه في السقف بقى صح؟ طب احكي لي عن نفسك بقى. عايز تعرفي ايه؟ عندك كام سنه؟ 26. وانت؟ 29. ايه الايدج ليميت بتاعك لو هتصاحب حد او ترتبط بحد؟ يعني يفضل تكون اصغر، ممكن اصغر سنه سنتين، او ممكن تكون اكبر سنه سنتين. يعني قفلتها خالص علينا؟ لا خالص، ما فيش امل. دي ضحكتها، دي ضحكتها ما بتهزرش. امال يا باشا؟ لا ايوه بقى كده معانا. بتاكل الفراوله ولا ما بتاكلش؟ لا ما دقتهاش لسه. انت دقتيها؟ طب يلا كل. طيب كده، طيب تعالي نشوف بقى، هما منزل لنا كارد ايه. هو منزل لنا كارد مكتوب عليه ماني. موضوع شائك. يعني لو ولد وبنت خارجين مع بعض وكده ديت، مين المفروض يدفع؟ بص هقول لك على حاجه، هو لو ديت ولسه في الاول وكده مفيش حاجه اسمها مفروض ومش مفروض، بس هو بيبقى حاجه كده جنتل، اتس يعني اوت اوف اللي هو اللذاذه. انا لو عليا همد ايدي في شنطتي ده فور شور. يعني اللي هو هتعملي نفسك في الاول هتدفعي مثلا، بعد كده ايه ده التشيك كام وبتاع، انا الفلوس في العربيه والكريدت كارد جنب. لا 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 هدفع عادي. لحد ما انت تقول لي لا 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 اتس اون مي، اقول لك لا 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 لا. تقول لي مثلا لا 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 اتس اوكي عليا المره دي، اقول لك ماشي اوكي. عارف الحاجات دي؟ الموز حلو على فكره. جربت الموز؟ الموز استنى حلو. طب بص تعالى ما نقولش ديت، ونقول لو احنا مثلا خارجين انا وانت متصاحبين ومع اصحابنا عادي، هل هتدفع لي؟ طبيعي ان انا ادفع. بالنسبه لي انا كنت اقول اسمي. لا طبيعي ادفع في كل خروجه. اه طب رايحين وهندفع في الخروجه 2000 جنيه يعني. للاسف. يا لهوي ده انت جميل قوي. ساعات بقى بحس ان انا سبونسر بقى. بقول لك ايه يا حبيبي، بص انا عجبتني السلسله قوي اللي شفتها في الستور امبارح، وعايزاك تجيبها لي. لو تستاهل هجيبها لها بصراحه، لو ما تستاهلش يعني هعمل فيها عبيط. ايه اوحش هديه جات لك في الفالنتاين؟ ورد يا ابني والله العظيم. ورد؟ افهمك، هو الورد كان وحش جدا. انا بحب الورد جدا، بس هو لا جاب لي ورد عصير كوكتيل الورد، الالوان مش لاقيه على بعض وحاجه صعبه جدا. وهابي فالنتاين. انا اقول لك جاب لك الورد ده منين؟ منين بقى؟ هو انت ساكنه فين؟ تجمع. انا في التجمع برضه. بصره. خبطي على الحيطه لو بصره. اه كده. في كشك في الشارع ده بيبقى ايه، يا بنزين تشيل اوت يا اما وطنيه سابقا. فالكشك ده هو قال له باشا انا عايز ورد ميكس. طيب عشان نبقى عارفين بس حضرتك يعني البادجت مينيمم عندك كام الهديه دي. وما تقوليليش بقى الهديه بقيمتها ومش بقيمتها، ودي حاجه رمزيه والكلام ده. خلاصي قولي. خلاصي ده انت خدت عليا قوي، ده احنا في اول ربع ساعه. ايه بهزر بهزر. تعرفي عشان تهزري معايا. لا انت ما تعرفش عشان تقولي خلاص. طب خلاص زق اليوم زق اليوم. بادجت ممكن 10000 مينيمم. مينيمم؟ لا اله الا الله. هو واحده في وقاري وجمالي تستاهل اقل من كده؟ لا طبعا. مش عايزه افورها قوي، بس مش هحب اطلع عن 30 مثلا. ده انت جالك بوكيه ورد ميكس اصلا ب 40 جنيه. ما انا فركشت. بتكبري الموضوع ليه؟ ما تصعبهاش علينا بقى. ما تصعبهاش علينا، مش كده حضرتك؟ انت ما فيش حاجه كده كده تغلى عليكي. اوه بقى لا دي لا في لا. الارتايه دي لا طايره. لا 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 طايره. لا خد ورده بقى، بس ورده دي حلوه. اوبا اه لا على الورد. شكرا. ورد احمر. الفرح بقى. انت هتقولي لي على الفرح والخطوبه؟ عارف طبعا. خلاص يا عايزه ايه؟ ما تتخضيش، انا بهزر ما تتخضيش. المهم يعني الفرح والخطوبه. هو انت بتاكلي؟ ايوه طبعا. في اكل قدامي لازم اكله. الفرح والخطوبه مين عليه مين؟ والله الخطوبه في عرف بلدنا اعتقد بتبقى على العروسه، اما بقى الفرح في ناس بتمشيها بقى نص بالنص، وفي ناس بتمشيها احنا نجيب ايه وانتوا تجيبوا ايه، احنا علينا الستاير وهم عليهم النيش. السيراميك بقى، السيراميك مش عارف الاسباني على راي عادل امام كده. بس في الحاجات دي كلها بتبقى بالاتفاق يعني. انت خاطب؟ لا. ده انت عارف حاجات كتير قوي. برافو. اه لا 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 انا عندي خبره في الحاجات دي عشان اخواتي بس اكبر مني، فانا بقى عشت بقى الايه قصه كل واحده فيهم، فعرفت حاجات كتير قوي. هو انت حطيتي كام؟ رقم حلو؟ يعني هو حلو برضو. ميرسي قوي. انزلك عصير؟ بص شوكولاته؟ ميرسي. طب شيرس بقى شيرس. ماشي ايوه بقى. يلا سوشيال لايف.
انا حاسه ان انت مش هعجبك قوي في الحته دي، بس انا هبدا الاسئله الاول. صاحبتك هل تحب ان هي يبقى عندها بيست فريند ولد ولا لا؟ لا لا طبعا. ليه بقى؟ ايوه ليه يعني؟ نورهان راحت فين؟ نورهان اكيد في واحد صاحبته اسمها نورهان. صحابها راحوا فين؟ يفهموها اكتر، يقربوا منها اكتر. لكن بقى جو اصل ده هاني ومش هاني، لا يا ماما انا اسف علشان انا هقوم اروح. اصل الموضوع ملوش لازمه يعني، ممكن تكون صاحبتها بنت ليه ولد؟ كريم ايه بتكلم عمر بجد؟ ولا بجد؟ وانا طب انا فين من حياتك ليه؟ طب تعالي اشتكي لي، انا هسمعك. انت مع انا وانا انت، احنا الاثنين واحد. قولي لي ايه مشكلتك انا احلها لك. ليه حسين يحلها؟ عزيز قصر في ايه؟ ما قصرش في حاجه، ايه دي المشكله بس؟ ف لا ايه ده؟ لا طبعا اسف. انا حاسه ان انت شايل ومعبي. انا اتعصبت ولا ايه؟ لا يا حبيبي ابدا. بصي احنا بنحط النقط على الحروف، عقلك في راسك نعرف خلاص. فعشان ما نقعد تقولي لي بقى اصل ده عمر، ها اصل ده كان معايا في المدرسه وده كان معايا في الجامعه. خلاص انت اتخرجتي يا ماما، اتخرجتي من المدرسه واتخرجتي من الجامعه، نشتغل. اشتغلنا ده معايا في الاوفيس. ايوه اهلا وسهلا. تبعتي له ميل، يبعت لك ميل في الشغل مش في الاوضه مش في البيت. عندنا الاقي عمر بيخبط عليا، اصل عمر واخته جايين يتعشوا معانا النهارده والحاجات دي. فانا بجد دي حاجه مستفزه جدا. لا لا انا لن اقبل بالعبط ده. بيست فريند ومش بيست فريند لا عادي. هو انت بتاعت ساكته ليه؟ ما تردي. انا سايباك تفرغ كل اللي عندك. هو انت مشيتي؟ لا ابدا والله العظيم يا اخويا. انا انت رحتي فين؟ انت اتفشتي؟ انا قاعده. لا لا انا قاعده. انا ده لسه احنا في اول. سايباك تفرغ كل اللي عندك، كل اللي عندك. حاسه هي بتعمل ايه؟ انا حاسه بيك. انا حاسس سامع صوت سخريه. لا 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 انا بس حسيت ان انت محتاج تتكلم قوي فانا سبتك تتكلم. انت فتحتي موضوع شائك، لو اتكلمت اكتر من كده هتعصب. انا مش عايز. طب لا اشرب لك بقى بق كده ليمون. انت شكلك بتشرب ليمون. لا ده مش ليمون. وميلك تشيك حاجه فانيليا. جامد. لا زواك فوقي. طب هديت. خلاص. فانت بالنسبه لك موضوع اصلا ان يبقى فيه ولد في حياتها ان جنرال، انا مش حاسه ان انت هتبقى قابل الموقف ده. مش حاسه؟ انا متاكده انك مش قابل الموقف. كل الربع ساعه اللي انا اتكلمتها دي بتقولي مش حاسه. طب هسالك سؤال نار نار. مراتك ترضى انها تشتغل ولا لا؟ طبعا ارضى. طب في الشغل فيه ولاد بقى ماشي في الشغل. وبعدين طبعا تسيطر في الشغل. ماشي في الشغل عادي. صباح الخير يا مريم. صباح الخير يا حسين. مريم الميل ده لازم تبعتيه دلوقتي. حاضر يا حسين هبعت الميل. شوف مريم دلوقتي حسين جه قال لها طب بقول لك ايه، مش عايزه تاخدي سناك كده تحت في البريك؟ سناك. ماشي ماشي. بحكم ان احنا كلنا في اوفيس واحد فده طبيعي يحصل ما بيننا كلنا. طب الساعه 9 في البيت لقيت حسين بيكلمها بيقول لها انا عايزك في موضوع مهم قوي. حسين ده مستفز جدا بصراحه. لو موضوع ليه علاقه بالشغل مفيش مشكله. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، مريم برضو هي اللي بتحط الريد لاينز. انت عارف كويس قوي ان الولاد ساعات بيبقوا صعبين قوي بصراحه، وبيشوف الريد لاين يفتكروا بينك. فالناس بتعدي الحدود ساعات. طب افرض بقى ده حصل هنعمل ايه بقى؟ يعني هنعمل يعني هتقعدها من الشغل بالاخر ولا لا؟ لا طبعا يعني ما تقعد. خلاص هو كنت بقى بتشتغل، هي لازم تشتغل عشان تعتمد على نفسها ويبقى عندها حياه ويبقى عندها كارير ويبقى، عشان هي انسانه طبيعي لازم تشتغل في مجتمعنا المصري. بس ما فيش بيست فريند ولد. دي تانية هتقول لي بيست فريند ولد. لا طبعا. يعني ايه بيست فريند ولد؟ انت رايحه فين؟ انا معاك. انا بعد بس الفستان. لابسه فستان؟ انت مش عاجبك الكلام فبتقومي؟ انا خالص. طيب على كده بقى انت هيبقى ليك بس فانز بنات ولا لا؟ عارف مستنيه سؤال باجابه معينه. ايه؟ بس مش هديك الاجابه دي. ما مش عايز بيست فريند تبقى بنت. رفعت صاحبي موجود، نقعد على القهوه كل يوم مع بعض. انا عاجبني جدا جدا الاسامي مريم وحسين ورفعت اصدقاء. لا بس رفعت ده بقى شخصيه حقيقيه فعلا. رفعت ده صاحبي من الطفوله بحبه جدا. هاي يا رفعت. ازيك يا رفعت عامل ايه؟ هسالك سؤال بس جاوب بصراحه. بالنسبه لاكساتي خلاص انا حكيت لك والموضوع اتقفل والموضوع خلص وعدى عليه سنه سنتين ثلاثه، هل هي ممكن تكون موجوده في حياتي؟ فرشور ما عنديش مانع خالص طالما انا واثقه فيك وطالما انت وهي بطلتوا تحبوا بعض وانت معايا. I think it's fine. طب والله كويس. خايف اسالك نفس السؤال يا والله العظيم. انت عارفه الاجابه. لا احنا مختلفين جدا في الموضوع ده. يعني ممكن طب تتكلموا مثلا في مناسبات طيب ولا يعني؟ ليه بقى جو الحنين للماضي ده؟ ما هو انت زي ما انت قلت هو ماضي وانت الحاضر، فانت المفروض تبقى واثق فيا. ايوه حبيبتي انا واثق فيكي مفيش مشكله في كل ده، بس الفكره في حاجه معينه. شخص كان موجود في حياتي خلاص دوره خلص في الحياه. ليه ما بلاش نتكلم في الماضي؟ عمرو دياب قال لك كده كان كله جراح. انا كراجل مثلا هغير عشان انا بغير، فطبيعي عارف ان ده الشخص اللي انت كنت بتحبيه بيه زمان. وبطلت احبه. طيب والله بطلت احبه، انا بحبك انت. ما انا مصدقي والله وانا كمان خلاص يعني ما اشيل ده من ده يرتاح. ده انت بتموت في الاغاني بقى. لا ده الاقوال المقصوره كلها اغاني ملهاش لازمه عادي خلاص. عارفه لو شفتيه مثلا صدفه وسلمتوا على بعض ربنا بقى ده القضاء والقدر. يعني لو شفته صدفه عادي. عادي بس تيجي تقولي لي يعني ما اعرفش من بره انت تيجي تقولي لي انا شفت حسين النهارده بس اعرفه واكلمه واقول له ازيك عامل ايه وبتاع وكده. لا لا تكلميه ليه؟ ليه بتاع ايه تكلميه يعني؟ انا رحت فين؟ ما تكلميني انا. ليه بتكلمي الاكس؟ ما انا موجود انا الحاضر. مش انت لسه عماله تقولي لي انا الحاضر والماضي والمستقبل والله العظيم والتاريخ والدنيا ولما اموت ولحد ما اموت ولحد ما اموت لحد ما اموت يا اخويا.
كده كريمة هي انا بتستهبل اصلا انت اللي بتستهبل مش لما قملك ولما قمله بقى لا لا خلاص صلي على النبي لا 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 احنا محتاجين شغل كتير في الموضوع ده بجد فاهمه قصدك جدا ذوق اليوم معايا انت ما استفزتيني بصراحه استفزتيني انا شخصيا بتستفز بسرعه ما دي مشكلتك ايه مش مشكلتي ايوه المفروض تحتويني لا مش هنحتويك انا اعرفك موجوده لسه ولا مشيتي ولا موجوده إيه؟ طبعا اقدر اسيبك شكلها ابتدت تحبني انت ما بتاكلش ليه انت مش شايف البتاع اللي قدامنا دي انا هسيبها كده واقعد يعني يعني انت سايباني وعماله تاكلي لوحدك وانا مستنيك تسالي سؤال والله انا غلطان انا استنيت طب تصدق والله ما هحطها في بقي لما تحط انت الاول دي الرومانسيه دي بص اهو ماشي انت نازل لك بالايه طيب انا شوكولاته ياما انا باللوتس شفت دي بتاعتي احلى بصي ده انت بتعمل تحفه بصراحه شكلها مغري جدا احنا بقى في ايه بقى دلوقتي يعني نسال لبعض مش عارفه صراحه لايف ستايل طيب ربنا يستر بالنسبه لللبس ايه يعني مش عارفه والله يعني براحتي اعتقد يعني بلبس كل حاجه اه براحتي براحتي دي نحط تحتيها 100 خط حضرتك في براحتي قصير في براحتي طويل في براحتي اصل الدنيا حر في براحتي اصل ما لقيتش حاجه البسها فكنت نازله متسرعه كان الدولاب اختفى من قدامها مثلا ما انا قاعد تحت في العربيه 3 ايام مستنيكي تلبسي البسي بقى ما تخدنيش انا ما بحبش اتفاجئ الحقيقه تلبسي اللي انت عايزاه طبعا طالما في المكان المناسب يعني البس بيكيني في الساحل ولا لا بيكيني في الساحل بس هيبقى في البحر بس ما انا لازم اتمشى يعني واقول ازيك عامل ايه وازيك عامله ايه وراح نازله البحر فاهم قصدي ايوه تتمشي ما انت تتمشي على البحر يبقى لبس البحر عارفه لبس البحر عارفه اللي هو لبس البحر عادي مفيش مشكله البحر مثلا بيخلص البحر الساعه كام 6 فانا عندي من 9 الصبح ل 6 انا بالبيكيني انا بالبيكيني ايه انا بالبيكيني يعني المايو عادي مش لازم يكون بيكيني يعني ليه ما البيكيني مش مايو ولا ايه انا حاسه ان انت مش بتحب البيكيني طب هقول لك مايو عامل ازاي مايو اللي هو بيبقى حته واحده ده عارفه وان بيس اتنين لا يفضل وان بيس تو بيس بجد بيبقوا مستفزين يعني طبيعي يعني انت حره وكل حاجه والكلام ده كله بس عادي ممكن مثلا لو مسافرين لوحدنا مثلا طابه في حته لوحدنا ما حدش يعرف عنا حاجه فخلاص تمام مش هيبقى في 18 واحد على المايه مستنيين البيكيني انت طبعك غيور اه جدا اه حامي ايه يا دمك حامي جدا لا حاجه احمد العوضي كده باكل كده الله اكبر عليك يا اخويا الله اكبر عليك الله اكبر الله حكايتك يا ست الله حكايتك طب انت ايه رايك في الكلام اللي انا قلته ولا هو بكيني وبكيني لو بكيني ما مش هنزل خلاص ما تنزليش عادي انا اصلا مش عايز تنزل يعني مش هنختلف ومش هنطق يعني هقول لك مش اصل هو هيفرق معاك في ايه برضه ايه يعني مثلا بيكي يعني من بيس او من تو بيس هقول لك انا عجبتني القطعتين دول في المحل وقلت انا هموت عليهم هموت والبسهم حرام عليك تضايقني ليه طيب ليه طيب كده طيب والله نفسي البسهم جدا والله العظيم هتبداي بقى تقصري عليا وانا هلبسهم ايش خلاص البسيه ايه ده انت جميل قوي طب ما الدنيا حلوه اهي لا بس يعني ممكن يوم في الاسبوع انا ممكن نستخبيين بقى هتلاقيني مستنيكي افوت على البحر فاهمه منال منال الضم لمريم وحسين والشباب لا يعني حسن احنا ممكن نوصل لميدل جراوند طيب بقول لك ايه اخلصي قولي اخلصي انا والله العظيم هقوم لك كده بنبريك الايس بس اتفضلي الايس ايه ده انت بتسيبني الايس كده المهم فرضا ينفع صاحبتك ترجع الساعه 2 الليل هي اخويا ايه اللي شرق قلت له المايه يا جماعه بجد هتموتني ليه يعني كانت فين لحد الساعه 2 بيعني كانت عند نورهان في البيت او كان عندها شغل كانت بتشتغل هي مغنيه اصلا مغنيه ايه الكلام انت بتغني انا ما قلتش ان انا بغني شكلك مغنيه لا انا بتكلم عامه فرضا لا والله ما سالتي لا طب هقول ممثله مش عارف ما ممكن تغني الصبح بتغني بالليل ليه ما تغني الصبح هي يعني وقوق هي دجاجه هي بتغني عندها شغل الصبح هي وبالليل وعندها شغل عامه يعني هو الاستوديو فاضي من 12 ل 2 والموزع قال لها تعالي قولي دو ولا لا ولا الحاجات بتاعتهم دي يعني هي الدو ما تتقالش غير الساعه 2 بالليل ما تتقال الساعه 7 المغرب ما هو ما هي مش شغاله لوحدها يعني هي الدو بتاعت الساعه 6 ما هي مش الدو بتاعت الساعه 2 انا مش عايزاك تتعصب ممكن تغني الساعه ما انت خلاص خلاص صلي على النبي ما تغني الصبح صلي على النبي خلاص اروح معاه دي مش واثق فيها ولا ايه لا مش واثق في الموزع ماشي مش عارف مين برضه متواصلين بينا دي بندب عامه النهارده بصي عندهم اللوتس بس عامله ازاي بصي بترقص بصي ايه مش شايفه على الرول ده بصي حاسس ايه من البنت اللي ممكن تبقى عايشه لوحدها ايه السبب استقلاليه يعني عايزه تختبر الحياه لوحدها وتفتح بيت لوحدها طيب ماشي ما هي ممكن تتعلم في بيت عيلتها يعني انا اقصد ليه بتصعبيها على نفسك ما الحياه سهله هتبقى قادره على التحدي ليه نتحدى اصلا بعض انت تبقى قاعده في البيت وقاعد في البيت وعادي فهنتقابل منظور مختلف طريقه حياه مختلفه هي عايشه في بيت اهلها دلوقتي وجت تقول لك انا عايزه اعيش لوحدي شويه وجت قالت لك انا هعمل كده سنه ايه رايك يا حبيبي حبيبي انت مشيت ولا ايه ما اعرفش مركز في الديب اند ديب دي استني لو حاجه ايرجنت مثلا لو هي مقنعه بالنسبه لي او مش بالنسبه لي بالنسبه للمنطق بتاعك مش لازم بتاعي المنطق بتاع المجتمع عامه هتسيبها لو قلت لك انا مصممه لا مش هسيبها بقى هتجوزها واخلص بقى ايوه
تحب المورنينج تكست؟ تحبه؟ بيبقى لذيذ. طب والجود نايت تكست تحبه؟ ده مهم ده. دي مكالمه دي. دي مكالمه اللي بنحكي بقى ايه اللي حصل في اليوم. اللي هو بقى الفجر يدن علينا ويلا نصلي الفجر. انت عارف تتجوز. نقفل نصلي الفجر ونتكلم تاني. اي يا حبيبي ازيك عامل ايه وكده. طب احنا متفقين في الموضوع ده. انا بحب اعرف يومه جدا. الو صباح الخير. صباح النور. انت وراكي ايه بعد الشغل؟ ولا حاجه. تحبي ناكل فين النهارده؟ شوف عايزه تروحي فين ويلا بينا. طب انا نفسي مره تقولي على حاجه انت نفسك فيها. انا كل مره بقول على حاجه انا نفسي فيها. يا حبيبتي اللي انت نفسك فيه هو اللي نفسي. انا عايزك تبقي مبسوطه في اكتر. يوه مش معقول. طب خلاص مش نروح دبندب. طيب يلا بينا. فكره حلوه قوي. احنا هندبك ايه للصبح؟ لا بس كيوت عامه. استني بقى خدي ورده. طرا ضحكه قلبها ما المعروف. اتفضلي بقى. اتفضلي بقى. لا ده انت لذيذ قوي. اتفضلي. لا بس شايف ورده ما شاء الله الله اكبر من فوق صورتها يعني. حاسس بتكليه مع الهم اللي كان بيجي لي قبل كده. انت عوضتني. ايه ريتنج تمام قوي على فكره بجد احلى حاجه. لا الورده برضو بتعمل حوار. استني انت يا اخيرا اخيرا مسكتك يا اخي اخيرا. هسألك سؤال مهم جدا قبل ما نفك الشاشه اللي احنا حاطينه ده. انا اخر حاجه بتفرق معايا الشكل. بص انا بصراحه الشكل بيفرق لي شويه بس الموضوع بقى يا لهوي انا لذيذ لذاذه. طب هاي فايف اهو. هاي فايف. ايوه جد. ايه رايك ممكن ننزل ديت تاني ولا كده؟ حاسه ممكن نتقابل في النادي. هنتنك. لا لا والله بقى. ابدا والله ابدا. تجيب ابنا وتجيب لا 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 تمام. لا 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 وخمسه بيست فريند بتوعك ما عنديش مشكله يعني. خلاص ممكن اديك فرصه تانية. طب انت هتنزل معايا تاني ولا لا؟ اكيد طبعا. يا لهوي. طب ما هنشيل بقى البتاع ده امتى بقى؟ يلا يلا يستر يا رب. هاي هاي ازيك؟ دي طلعت كيرلي. ايه ده؟ ايه الفستان الحلو ده؟ ايه الجمال انت فيه ده؟ لا ايه الشياكه دي؟ لا لا انت تشيك. لا والله العظيم شيك. والله العظيم. لا نمسك ايدك بقى. لا 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 استنى. الله الله. جنب بالي الكاميرا. ده انا حبيت دبندب قوي. يا شيخ ايه كل ده؟ يا بس انت متعبه جدا بجد؟ تعبتك شويه؟ مستفزه شويه بس عادي. بص هي دي شخصيتي. الناس كلها متفقه على الموضوع ده. ايه ده في ايه؟ اشمعنى انا ما حدش نزل لي حاجه؟ وليمه ده شير بوكس فاحنا ممكن نشير. اكيد طبعا. خد ده سمي لك. خد كريب. خد ولا كريب بانكيك. بانكيك. لا ده احنا دي هندب بقى. ده دانيا دانيا. بس عارفه صوتك شبه شخصيتك. بيقولوا لي كده كتير. مجنونه كده اللي هو يلا هنعمل ايه النهارده. لا بس الفستان ما شاء الله زي القمر. بجد؟ والله العظيم. بس مفتوح. لا ما هو مش باين بقى في الكاميرا. حلو حلو. خليكي قاعده بقى. اقفلوا يا جماعه الشباب اقفلوا الانوار بقى. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب لبنسيركل على اليوتيوب. ولو عايزين تيجوا في بلايند ديت في بنسيركل كل اللي محتاجين تعملوه اعملوا شير للفيديو واعمل تاج لحد من اصحابك في القناه. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تطلبوا اي ديزرت من على ويب سايت dipndip www.dipndipegypt.com. وانت شكلك بتحب تدفع. يا حورته 30000 ده.